نظمت وزارة الداخلية بمقر كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة المؤتمر العلمي الثاني، والذي عقد تحت عنوان نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام. وأشارك في المؤتمر ممثلون عن كافة فئات وأطياف المجتمع في إطار التعاون مع كافة مؤسسات الدولة. نظمت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام، بمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء المتخصصين وطلبة الجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة وشباب وزارة الشباب والرياضة وعدد من قادرون باختلاف وممثلي وسائل الإعلام والسفارات وعدد من الضباط الوافدين الدارسين بكلية الدراسات العليا. تناول المؤتمر عددا من الموضوعات في مقدمتها المتغيرات العالمية وتأثيرها على صناعة الوعي الأمني ومنظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز تعاون المجتمع مع الشرطة وأكاديمية الشرطة ودورها في نشر الثقافة الأمنية المجتمعية وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة ودعم الوعي العام، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية في الارتقاء بالوعي وتعزيز القيم الوطنية. أهمية هذه اللقاءات التي يتم عقدها بداخل أكاديمية الشرطة هو تعريف أبنائنا من الشباب بالعديد من الأمور ورفع وعيهم وحتى لا يتركوا نهبا للشائعات. مشكلة مصر التوعية، فما بنلاقي هذا الدور اللي بتقوم به وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة هو دور كبير، وده هدفنا دايما التنوير وان احنا نطور نفسنا. اهميه الوعي بالقضايا اللي مصر بتمر بيها والتحديات اللي بتمر بيها، اعتقد انه قضيه امن القوم، هذه القضيه محتاجه لمزيد من الجهود، محتاجه لمزيد من الدراسات. وقد اشاد المشاركون بالدور التوعوي الذي تقوم به وزاره الداخليه لتعزيز قيم المواطنه والارتقاء بثقافه ووعي المواطن وترسيخ المسؤولية المجتمعية. سعيد جدا بأنه الأكاديمية بتقدم نموذج مختلف ونموذج جديد في العمل الأمني اللي بيتضمن المساهمة في رفع مستوى الوعي وفي تثقيف الشباب. الصورة اللي احنا شفناها النهاردة ودعوة المجتمع الأهلي أن يشارك، ده طبعا قناعة من وزارة الداخلية ومن أكاديمية الشرطة ومن كلية الدراسات العليا بدور المجتمع الأهلي وحرص الشرطة على التعاون مع الجمعيات والسيادة الأهلية، وده احنا حريصين جدا وان شاء الله هيتم تفعيله في المرحلة القادمة. حقيقة طبعا انا بشكر أكاديمية الشرطة على التنظيم الرائع للمؤتمرات العلمية دي، واتمنى طبعا ان يكون في مزيد من هذه المؤتمرات ومزيد من حضور الشباب في هذه المؤتمرات عشان ننشر ثقافة الوعي المجتمعي الأمني وتنمية مستدامة للمجتمع المصري. وقد أثمرت مناقشات المؤتمر عن عدد من التوصيات في مقدمتها التأكيد على أن الأمن هو مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع، ومواصلة دور المؤسسات الدينية في ترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، وتقدير الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في المشاركة بالمبادرات المجتمعية التي تؤكد العلاقة مع أطياف الشعب المختلفة. كافة القضايا الأمنية لها أبعاد مجتمعية، وبالتالي حينما تستفيد من هذه الحوارات وبتستضيف هذه النخبة في كافة التخصصات، ده معناه مساعدة وزارة الداخلية من خلال إزراعها الأكاديمي في استخلاص المقترحات التنفيذية والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير العمل المستقبلي بالوزارة. النهاردة شفنا كوادر كتيرة، تعلمنا منهم حاجات كتيرة، تعرفنا عن الحاجات اللي بتحصل في البلاد اللي حوالينا، نعرف إزاي نستقبل المعلومة، إزاي نفندها، إزاي نبص ورا المصدر وإزاي نتتبعه ونوصل المعلومة الصح. وهكذا تسعى وزارة الداخلية نحو بناء مجتمع متكامل يتمتع بقدرة ثقافية عالية وقادر على مواجهة التحديات بما يملكه من وعي بكافة المستجدات والمتغيرات.